متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. بحمد من الله وكرمه عمت الأمطار مناطق مختلفة من المملكة، كذلك الحال في مدينة جدة في غربي المملكة التي تعرضت إلى تساقطات للأمطار خلال ساعات صباح هذا اليوم. آخر صور الأقمار الاصطناعية في المملكة تشير أو أشارت هذه الصور إلى تواجد خلال ساعات أو في وقت سابق من هذا اليوم تشكيلات من السحب والغيوم الممطر التي سرعان ما تلاشت مع ساعات ما بعد ظهر هذا اليوم، ولكن كما نلاحظ في مدينة جدة تشكلت ببعض السحب الركامية خلال ساعات الصباح. كميات أخرى من الغيوم تناثرت في مناطق مختلفة من شمال وشمال شرق المملكة، ولكن مع ساعات النهار تراجعت هذه السحب والغيوم نجد بدء استقرار على الأجواء بشكل تدريجي. طبعا كميات الأمطار التي هطلت وفق تقديرات الرادارات المطرية التابعة للهيئة العامة للأرصاد والبيئة ووفق موقع ينبع وذر الذي أشار إلى وجود كميات أمطار تقريبا بلغت في جازان عدة مليمترات ما بين أبها وجازان، عفوا أقل من 1 مليمتر، ارتفعت في جدة إلى 3 مليمترات، 14 مليمتر في رابغ، تقريبا 8 مليمترات في ينبع، 4 بالعشرة في المدينة المنورة، في الطائف 5 في العشرة، و 2 إلى 3 مليمتر في حائل وعدة أعشار في المناطق الشمالية. طبعا هذه الكميات من الأمطار هي فقط وفق تقديرات عبر الرادار الجوي وليست قيم حقيقية أخذت عبر يعني مقاييس الأمطار. ننتظر توفر معلومات لإفادتكم أولا بأول بكميات الأمطار الهائلة. يعتقد أنها كانت أكثر بكثير في بعض من المناطق بشكل محلي. تراجع واضح في فرص الأمطار في مدينة جدة عما كان عليه الحال خلال اليومين الماضيين. كما نلاحظ بداية هذا الأسبوع هناك تراجع في فرص الأمطار، هذا الرسم البياني يشير إلى فرص الأمطار في مدينة جدة 0% نسبة وفرصة طول الأمطار خلال الأيام القادمة، وارتفاع متوقع من جديد لهذه الفرص من أول وجديد مرة أخرى مع نهاية هذا الأسبوع، تصل يوم الخميس إلى تقريبا حوالي 90%. هناك شرح وافي في النشرة الجوية الأسبوعية التي بثت في وقت سابق من اليوم وتجدونها عبر التطبيق تطبيق تخص العرب أو حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. عودة للأحوال الجوية، هذه الليلة في العاصمة الرياض هناك انخفاض ملموس على درجات الحرارة ومترافق أيضا مع أجواء تصبح مغبرة في وقت لاحق، تسجل درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة تقريبا 16 درجة مئوية في ساعات الليلة القادمة، ويتوقع أن تنخفض بعدها درجات الحرارة اعتبارا من نهار يوم غدا، وانخفاض آخر متوقع ليلة الأحد على الاثنين بمشيئة الله تعالى. ونتعرف الآن على الأجواء ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات المملكة اليوم غدا، تتوقع أن تشهد استقرارا عاما على الأجواء، ولكننا نبدأ في شمال المملكة. نبدأ من منطقة سكاكا من 22 إلى 10 درجات مئوية، في عر من 22 إلى 9 درجات مئوية، وتكون في تبوك من 21 إلى 9 درجات أيضا. في المناطق الغربية تستقر الأجواء بعدما تعرضت لبعض الأمطار خلال اليومين الماضيين، وتكون في الطائف من 26 إلى 15، 33 إلى 22 في مكة المكرمة، 31 إلى 24 في جدة، و 29 إلى 20 في المدينة المنورة. انتقالا إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة التي أيضا يتوقع أن تشهد تقريبا أجواء مستقرة مع فرص لبعض الزخات المحلية الرعدية المحدودة من الأمطار فوق مرتفعات أبها، وتكون درجة الحرارة من 26 إلى 9 درجات، في جازان من 31 إلى 26، وفي الباحة من 23 إلى 17 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة أجواء مغبرة نوعا ما في الإحساء من 29 إلى 16، تكون في الدمام من 30 إلى 17 مع بعض الأتربة المثارة، وتكون في حفر الرباط من 23 إلى 14 مع ظهور لبعض الغيوم المتفرقة. ختاما في المناطق الوسطى في الرياض من 27 إلى 14 كما نلاحظ انخفاض درجات الحرارة الصغرى بشكل لافت وأجواء مغبرة، أجواء غائمة جزئيا في بريدة في القصيم من 23 إلى 14 مع انخفاض على درجات الحرارة، وكما نلاحظ في حائل أجواء في ساعات الليل باردة جدا الليلة القادمة الليلة القادمة 8 درجات مئوية الصغرى، والعظمى غدا 18 درجة مئوية. قبل الختام هناك توقعات بشأن الأحوال الجوية القادمة خلال ثلاث أيام القادمة في العاصمة الرياض نستعرضها معكم سويا. إذن 27 إلى 14 هي الأحوال الجوية المتوقعة غدا، تكون 25 درجة مئوية في ساعات نهار يوم غدا في العاصمة الرياض، والصغرى 12 درجة مئوية، كما راح تراجع أيضا في درجات الحرارة الصغرى، وبالتالي الأجواء باردة في ساعات الليل تستدعي لبس الملابس الثقيلة في المناطق المكشوفة والمفتوحة، وتكون نهارا 25 درجة مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.